بكم متابعين فلسفة، رجعنا لكم في لقاء جديد. لقاءنا اليوم غنتناولوا فيه مشكل خضرار الأضاحي مع الاقتراب ديال عيد الأضحى، ومعنا اليوم باش نناقشوا هذا الموضوع سالي الشتور بصفته رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، وأيضا هو عضو في الجامعة المغربية لحقوق المستهلك. أهلا بك سالي. السلام عليكم، تحية طيبة لكم ولجميع المشاهدين والمشاهدات في الوطن الحبيب. سيدي، احنا مقبلين الان على العيد الاضحى، وكتعرف بان في اي عام كيقترب عيد الاضحى الناس كتتسائل حول الاضاحي، كيف دايره الاضحيه هذا العام، واش كاينه وفره واش كاينه قله، خصوصا مع حي الله احنا كان عندنا كنعانيو من الجفاف، فشنو كتقول في القضيه؟ الحمد لله في هذه السنه من الاضاحي موجوده، وكما جاء في لسان او في التصريح ديال رئيس الحكومه بان حاليا كاين 8 ديال المليون راس من اغنام والمعيز، وبان المغرب دائما يحتاج الى تقريبا 6 ملايين او 5 ملايين و800 و600. ومادام كاينه وفره، شنو اللي كيفسر هاد الارقام الكبيرة اللي كنشوفوها في الأسواق؟ لأن الأسعار مرتفعة بزاف والناس يعني بدات كتشتكي من هذا الأمر، فباش نقدروا نفسروا هذا الأمر؟ نظرا للجفاف اللي عرفوا الوطن ديالنا منذ سنتين، والارتفاع، وهذا جاء الارتفاع ديال الأسعار، وكذلك اسمه الظرفيه اللي عاشها المغرب منذ سنتين ديال الكوفيد، وهنا وقع واحد ارتفاع ديال الاسعار وارتفاع ديال المواد الغذائيه والمحروقات وكذلك الاعلاف، وهذا هو بيت القصيد، لان ارتفاع ديال الاعلاف جعل الفلاح يعاني الامرين في بارتفاع ديال هذا الاعلاف، وهذا هو المشكل اللي وقع. ولكن ملي كنشوفوا بان كاين واحد الارتفاع لحق الضرر بالمواطنين، فهنايا شنو الجهات اللي خاصها تدخل باش تجي من ناحيه الفلاح اللي هو حتى هو متضرر، وفي نفس الوقت هي تجي من ناحيه المواطن؟ وحنا كنطالبوا دائما من الجهات المسؤوله باش تحاول ما امكن هذا تعاون الفلاح، اللي كان حيت كان المعاونه ديالو في اسمه في العلف، لان العلف هو اللي كان صعيب على الفلاح. لو ان كان العلف رخيص كالعاده لكان الاكباش ولا الاغنام في هذه السنه غادي تكون رخيصه، وهذا العام في هذه السنه هذه غادي تكون مقارنه بين السنتين اللي مضات غادي يكون واحد ارتفاع ما بين 500 حتى 800 درهم في الخروف. وبالنسبه نرجعوا للاعلاف، قلتي بانه خاص الجهات المعنيه انها هي اللي تحمل مسؤوليتها وانها تعاون الفلاح، وبالتالي الفلاح ما غيضطرش انه يزيد الاسعار على المواطنين. ف شكون هي الجهات اللي كتطالبها بانها تشوف هذا الامر؟ كان بين وزاره الفلاحه اللي هي كانت من واجب عليها باش انها كانت تعطي الفلاح العلف الكافي باش ما يضطرش انه يمشي وكيشري العلف بواحد الثمن كبير نظرا لارتفاع الاسعار، لا العلف اللي هو المستورد ولا هو اللي كاين هنا في البلد. سي علي، كنلاحظوا مع اقتراب كل عيد كيبدا واحد المخاوف ديال الناس من الخضرار ديال الاضحيه، يعني كاين مجموعه من المشاكل اللي يعني تلي الذبح ديال الاضحيه، ومن ضمن هذه المشاكل الرئيسيه فيها هو الخضرار ديال الاضحيه. فاولا نعرفوا شنو هو السبب ديال هذا الخضرار. اللي غادي نقول هو ان ناس اللي هما عديم الضمير من مربي الماشيه، ليس الكل ولكن البعض من الكل، اللي مع ارتفاع الاسعار ديال العلف التجاوا لواحد التسمين ديال الخروف بفضلات ديال الدجاج، وهذا هو اللي كيؤدي الى تعفن اللحوم بعد الذبح، هذا هو السبب الاصلي. وشكون اللي كيتحمل مسؤوليه هاد التصرفات من غير يعني كاين واحد خاص تكون واحد النوع من المراقبه؟ فواش الجهات المعنيه وانتم كجمعيه مختصه كتدافع على حقوق ديال المستهلك، شنو الاجراءات اللي خديتوها؟
احنا بالنسبه لنا لان وزاره الفلاحه وبما فيها الداخليه كان ديما كنطالبوا بان منذ سنين بان كتكون واحد المراقبه اللي ما تكونش واحد المراقبه اللي هي روتينيه ولكن مراقبه اللي هي مستمره في الضياعات اللي هي مكلفه بهذا التربيه ديال هذه المواشي والوقوف عن كتاب بالاعلاف وهذا باش ما يكونش واحد بحال ما هاد الناس هادو يعملوا بحال ما هذا العمل اللي هو لا اخلاقي وسلوكات اللي هي غير حميده. مع الاقتراب ديال هذه المناسبه الجمعيه ديالكم صدرت واحد البلاغ اللي يظهر للساده المشاهدين على الشاشه، فشنو اللي دفعكم انكم تصدروا هذا البلاغ وشنو اهم النقاط اللي تضمن هذا البلاغ؟ احنا كجامعه مغربيه لحقوق المستهلك دائما مع المستهلك وبجانبه وفي كل مناسبه وبالاخص في هذه السنه صدر واحد البلاغ اللي كيحط في عمليه تحسيسيه كيحط المواطن المغربي بكيفيه انه باش يشري هذيك الاضحيه من واحد الاماكن وضيعات واماكن اللي هي معروفه وهي مراقبه من طرف المكتب الوطني للسلامه الصحيه وكذلك اي خروف اللي غادي يكون واحد الانسان غادي يمشي يشريه خص يكون عنده واحد الحلقه وهذه الحلقه اللي هي صفراء وفيها واحد ارقام تسلسليه وهذه الارقام وهذه الحلقه هي كتكون صله وصل بين المستهلك وبين المكتب الوطني للسلامه الصحيه في حاله ما وقع ما وقع بعد الذبح وفي حاله الى وقع الاختلال. وحنا عارفين بان كنقدروا نجزموا ان في اي عام كنشهدوا عمليات ديال الاحضرار ديال الاضاحي، فشنو هي الجهات اللي خاص يلجا لها المواطن وشنو هما الاجراءات اللي كتاخذها معه؟ دائما اقول ان الاجراءات وهو بالنسبه للمستهلك المغربي فنحن راه الاشاره وان الجامعه المغربيه لحقوق المستهلك والجمعيات المنضويه تحتها وهي تقريبا تمثل عندها واحد التمثيليه كبيره داخل الوطن وفي اي مدينه كتوجدها وهي راه الاشاره ديال المواطن وديال المستهلك في حاله ما الى وقع هذه المشاكل. ولكن احنا دائما كنقولوا بان الحلقه تكون ملي كتكون عند واحد الخروف واحد الحلقه لان مطالب باش يدلي بهذيك الحلقه وحنا راه الاشاره سواء كيدخل الموقع ديالنا اللي هو البوابه ديال المستهلك ولا كيتصل بالمكتب الوطني للسلامة الصحية وهنا كيتاخذوا واحد الاجراءات حتى كتلحق للمحكمة والمحكمة هي اللي كتاخذ الحكم النهائي. فقلتي بان كاين واحد الحلقة اللي كتكون عند الخروف هي اللي كتحدد ان هذا الخروف راه خضع للمراقبة، وحنا كنسمعوا ان مجموعة من الناس اللي واخا خداو الخروف ديالهم كيتوفر على ديك الحلقة ولكن وقع لهم مشكل ديال الخضرار، شنو المشاكل العوامل الأخرى اللي ممكن أنها تساهم في الخضرار؟ احنا اللي غادي نقولوا بأن دائما كما قلت أن المستهلك المغربي دائما ما يمشيش للأسواق اللي هي عشوائية ومن عند هذوك ما يسموا بالشناقة، لأن دوك الشناقة كيمكن يديروا أشياء وأشياء كيقدر هو يقتني واحد الحولي واحد الخروف من واحد المكان ومن بعد يعطيه هذاك المسائل من بعد واحد 15 يوم ولا 20 يوم ولا هذا وكيوقع ما وقع، لأن لهذا نطالب المستهلك المغربي بشراء الأضحية من أماكن اللي هي معروفة وأماكن اللي هي مرخصة والأماكن اللي هي مراقبة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية. وفي الأخير ديال اللقاء ديالنا شنو النصائح اللي توجهها للشعب المغربي والمواطنين المغاربة بهذه المناسبة هذه اللي التزموا بها باش يتفادوا أنهم يوقعوا في مشاكل مع الأضاحي ديالهم؟ هذه النصائح كلها جات في البلاغ اللي أنتم غادي إن شاء الله تنشروه، وهذا البلاغ بأن كما قلت بأن دائما يلتجئ لواحد الأماكن اللي هي مخصصة ودائما يحاول هذا يتفادى بأن يشري من واحد الأماكن اللي هي عشوائية ومن عند الشناقة، وثانيا أنه يكون وكنا كنعرفوا المواطن المغربي كيكون كيمشي للسوق كيكونوا دائما جوج الناس وجوج الآراء ماشي رأي واحد باش كيعرف ذاك الخروف بأنه راه في صحة جيدة وما كيمشي مريض هذا بالنسبة من قبل ما يشري حولي، ولكن من بعد
ما كاينش غير الحولي، كاينين مجموعه من الممارسات اللي كيمارسوها الاسر المغربيه اللي كتساهم انها تسبب في هذاك الخضرار. كيمكن ان من بعد الذبح، من بعد الذبح حتى في الوقت اللي كيكون هذا كيجي واحد الجزار اللي هو خصو يكون واحد الجزار اللي هو مختص، واحد الجزار اللي غادي يكون كيعرف كيفاش كيذبح، وتكون الاليات اللي عنده كلها معقمه. وعاود ملي كيذبح هذاك الخروف كيكون خص هذاك اللحم ما يبقاش في بكتيريا وبالشمس وهذا، وعاود ثاني في التقطيع ديالو وفي التجميد ديالو، وهذا الشيء هذا كامل رحنا قلنا في البلاغ، وباش ما يكونش، لان حتى عمليه التبريد فاش كيحطوا في الثلاجه ولا المسائل كيكون بعض خطرات كيكون كيدير بعض الاخطاء اللي يمكن تدي بهذا اللحم الى الخضرار. نعم. فشكرا سي علي وعلى الرحبه ديال الصدر ديالك بانك جيتي عندنا حتى لهنايا. الكلمة الأخيرة وهو بهذه المناسبة أن كنقولوا عيد مبارك سعيد لجميع المواطنين والمواطنات. وكان هذا هو لقائنا اليوم مع السي علي الشتور، تناولنا فيه الموضوع ديال الخضرار ديال الأضاحي. فعلى أمل لقائكم إن شاء الله في لقاء جديد مع موضوع جديد وضيف جديد إن شاء الله. السلام عليكم وعيد مبارك سعيد.